بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. اسمحوا لي في البدء أن أتوجه بالشكر إلى قيادة جمعية التجمع القومي الديمقراطي على دعوتها لإلقاء هذه الكلمة في هذه المناسبة العطرة الميمونة، ألا هي مناسبة مرور قرن على ميلاد الزعيم الوطني والقومي جمال عبد الناصر، وهو أبرز زعيم حتى يومنا هذا، يعني حظي بشعبية داخل وطنه وعلى امتداد الوطن العربي حتى يومنا هذا، ولذلك فهو يستحق منا الاحتفال، ليس من جمعية تحمل نفس التيار، وليس من جمعيات التيار القومي العريض بمعظم فروعه، وإنما من جميع فروع وروافد التيار الوطني بأكمله بما فيه التيار اليساري. وأحيانا نحن نطلق حتى على التيار اليساري التيار الوطني بأكمله. ولذلك أتوجه بالشكر أيضا، فاتني أتوجه بالشكر أيضا إلى الصديق المناضل حسن المرزوق على دعوته لي للتحدث في هذه المناسبة أيضا. وإن كنت في هذه السطور يعني غالبا سبق أن تناولتها في محاضرة لي قبل بضعة ليال في جمعية المنبر التقدمي، لكن سأحاول قدر الإمكان أن أدخل أو أتناول فيها نقاطا لم يسبق لي تناولتها، خاصة النقاط اللي لم يسعفني الوقت المخصص للمحاضرة أن أتناولها حين ذاك. أولا أنا حبيت، يعني يمكن احنا متعودين دائما على ثلاثة أسماء أو ثلاثة أسماء، أحيانا ننادي زعيمنا جمال، وأحيانا ننادي زعيمنا بعبد الناصر، وأحيانا تحببا وتدليعا خاصة، لا هذه الكنية، هذا الرابع صح، ناصر، فقط ناصر، وأحيانا كنية على ما قال الأخ شو اسمه أبو خالد. على فكرة أبو خالد هي جت تيمنا لصديق دربه وأحد المشاركين الأساسيين في الثورة خالد محي الدين أطال الله في عمره، وكانوا وياه في التنظيم من بداية تأسيس الأول، الخلية التي قررت تأسيس التنظيم في بيت جمال عبد الناصر، وكان هذا في عام 1949. إذا في وقت بعدين نمر على هذا الشيء. فالاسم الكامل جمال الدين حسين عبد الناصر سلطان المري، هذا يمكن اسم مو شايع، بعدين هو صار اقتصر على اسم المختصر. المولد كان في الإسكندرية بحي باكوس 1918. أما عن أبيه اللي هو عبد الناصر حسين، أقول حسين عبد الناصر، فقد ولد في قرية بني مر إحدى قرى الصعيد والمعروفة أيضا فقرها. والميزة في هذه القرية أنها خليط بين المسيحيين والمسلمين، ما أدري يعني أي قد، لكن هي خليط بدليل وجود كنيسة في القرية رغم صغر القرية، يعني مو بذاك الصغر لكن هي من القرى الصغيرة، ووجود مسجد، وهذا أثر طبعا في تكوينه السياسي والبيئة اللي صقلت شخصيته
لم يظهر قط في حياة عبد الناصر أي نزعة طائفية ولا استغلال للنعرات الطائفية في توطيد حكمه. كان بالأمكان بكل بساطة في أي منعطف صعب يحس فيه أن شعبيته بتضعف يستخدم هذه كما استخدمت كثير من الأنظمة بما فيها للأسف بعض الأنظمة القومية. فهذا أيضا ساهم في سنوات التكوين. من أيضا الأشياء اللي ساهمت في سنوات التكوين وقد جاء مولده عشية ثورة 1919، المرحلة هذه اللي ما بين 1918 سنة ميلاده إلى سنة 1952 سنة الثورة كانت سنوات خصبة من النهوض الثوري العارم، وقد شارك في مظاهرات عديدة أشهرها مظاهرات الطلبة سنة 1936. من أقوى المظاهرات كانت مظاهرات الطلبة في سنة 1936 ضد إزاحة أو إلغاء دستور 1923 الأكثر ديمقراطية، يعني مو بالديمقراطية النسبية الديمقراطية الكاملة لكن ومجيء بدستور آخر. المرحلة الأهم، أنا حاول قدر الإمكان يعني أسرع عشان ما أطيل عليكم وأصيبكم الملل، في تكوين عبد الناصر دخول الكلية الحربية سنة 1937، ورأى بأم عينيه كيفية غطرسة الضباط الإنجليز بالتحديد، في غطرسة للضباط المصريين الموالين إلى النظام الملكي لكن غطرسة الإنجليز بعد لها دور في إثارته. هني بدأ يفكر شلون يغير الواقع، شلون يسهم. عبد الناصر الشيء العجيب في ذكائه أنه استطاع أن يؤسس تنظيم سري، يعني لم يسبق، لأن المعروف أن دائما العلم عبقرية في فن التنظيمات السرية هي الأحزاب اللي تشكلت وخاصة اليسار بكل روافده، سواء اليسارية القومية أو اليسارية الماركسية. لكن هذا الرجل الذي لم يطلع بالضبط يعني تفاصيل الأحزاب، شلون تشكلت أحزاب الشيوعيين، شلون انضربت في هذه الحلقة، شلون انضربت في تلك الحلقة، شلون قضوا على دي الخلية وعلى ذيك الخلية، وبروحه شكلوا بشكل سري تام إلى أن نجحت الثورة في 1952. ومما يحسب لعبد الناصر أيضا انفتاحه في فترة التنظيم السري على التيارات الثانية، ضم ضباط يعرفهم جيدا أنهم ضباط لهم انتماءاتهم، ومنهم خالد محي الدين عن اليسار كان منتمي لأحد التنظيمات الماركسية وانسحب يعني تقريبا تدريجيا أو بهدوء، وعبد المنعم ورؤوف عبد المنعم أو عبد المنعم رؤوف وهو محسوب على الإخوان المسلمين. طبعا الثورة لعب اليسار الماركسي دور كبير فيها، فخالد محي الدين تعاون مع عبد الناصر لدرجة أنه كانت عنده علاقة ويا حلدته أحد أكبر التنظيمات الماركسية، وسخر مطبعة الحزب لطبع بيانات ثورة، أقول الضباط الأحرار، تنظيم الضباط الأحرار، وأيضا بعض البيانات كانت مكتوبة على أظرف بخط إيده وإيد ناسنا يا على اللي موجهة يعني بالاسم إلى الضباط الفلاني والعلاني أساس لا يعرفونهم. بعدين هما يعني قلعوا عن هذه الممارسة لأسباب أمنية. في ليلة الثورة أيضا كان هناك ضابط آخر يساري لعب دور في منتهى الأهمية، في منتهى الأهمية، اسمه يوسف الصديق. هذا هو اللي قاد الفرقة اللي سيطرت على مبنى هيئة الأركان، وهذا أهم حدث في أي ثورة. والصدفة لعبت دور كبير.
كان عبد الناصر وعبد الحكيم عامر في ليلة الثورة في أحد الفترات طالعين بلباس مدني، ما أدري عاد هل في عربة عسكرية أو لا. مجموعة شو اسمه يوسف الصديق وهم في تحركهم خلاص وأنجزوا بعض الانتصارات، اتقابلوا ويا هذه المجموعة، ما قصدي شو اسمه عبد المشير عبد الحكيم عامر وعبد الناصر، ورأسا اعتقلوا لفترة ما أدري كم، نص ساعة أو ساعة. بعدين خالد أقول سوري يوسف الصديق جاء شافهم عرفهم في الحال، مع ذلك بعد قال لهم كلمة السر، قال لهم توحي وش سويتون، هدوهم بسرعة وخلهم. قال يعني شو اسمه جمال عبد الناصر، بس احنا الحين احنا كنا منأجل، هما كان عندهم تأجيل لمدة ساعة منأجل. قال لا اي تأجيل، الحين انا اكو خلاص اكو بخلص على مبنى قيادة الثورة. قال خلاص يعني مدام الحين انتم بديتون، ولان على فكرة لان يوسف صديق صعب الاتصال به في اخر اللحظات، غيروا الميعاد في نفس يوم الثورة، غيروا ميعاد ساعة الصف يوم، وكلهم يدرون ان ساعة الثورة غير، ما ادري قبل 12 او بعد 12 ما متذكر الان للامانة. نجي الى بعد الثورة، وهذا دور اليسار، في 54 حدثت أزمة عرفت بأزمة مارس، صراع داخل مجلس الثورة كلش يعني عنيف ورهيب. حسم هذا الصراع لصالح جمال عبد الناصر، كان هناك تيارين، تيار ينادي بالعودة إلى الثكنات وإعادة تأسيس نظام ديمقراطي بعد ما حلوا الأحزاب، هو الضباط الأحرار ما بينهم جمال عبد الناصر حلوا الأحزاب بعد شهور، في يناير 1953 يناير 1953 حلوا الأحزاب بما في الصالح والطالح، قال لك هيك الأحزاب فاسدة وما الملكية وما ما أعرف إيش، فما في داعي لها. المهم اتجاه يدعو إلى العودة للثكنات، واتجاه يقول لا نأسس حياة ديمقراطية سليمة، مو احنا في مبادئ الستة طالبنا بتأسيس حياة ديمقراطية. من ضمن المتزعمين لاتجاه عودة الحياة الديمقراطية وعلى رأسهم تقريبا رغم الواجهة هي محمد نجيب وعبد الناصر، محمد نجيب سوري وخالد محي الدين، بس خالد محي الدين. أما الاتجاه اللي يقول لعودة إلى عدم العودة للثكنات فكان من بينها طبعا عبد الناصر، ما كان أبدا محمد نجيب حسب أنا اطلاعاتي يعني صادقا في العودة للثكنات. ربما عبد الناصر حتى رغم عودته للثكنات يمكن على الأقل لأسباب هو يقتنع فيها، مو بس الزعامة، أفضل من محمد نجيب اللي جابوه واجهة للثورة، بدليل لما أعدم اثنين في إضراب كفر الدوار وهو محمد خميس وواحد اسم الثاني محمد مصطفى، أنا أسميهم يعني إعدام المحمدين. محمد مصطفى خميس كان أمين مخازن، والعامل محمد حسن هو العامل، أمين مخازن مصنع كفر الدوار، مصنع نسيج. كان عبد الناصر وخالد محي الدين من المتشددين جدا لقرار الإعدام، وهذه ميزة تحسب لعبد الناصر، لأن في كثير من الكتابات اليسارية اللي ما تناولت تفاصيل هذا الشيء تأخذ على عبد الناصر إعدام، بس هم مرتبطة بجماعة، لدليل أن حتى الزعامة هو ما حسمها، ما انحسمت إلا في 54. إليه هني جت
جت قصة صعود عبد الناصر الأسطورية باتفاقية الجلال التي تمت 54، ثم العدوان الثلاثي. وهنا احنا راح نتكلم بشكل سريع عن علاقة عبد الناصر باليسار. في العدوان الثلاثي كان كثير من اللي تصدوا للعدوان الثلاثي من الفدائيين هم من اليسار، وكان خروج عبد الناصر منتصرا في هذا بانتصار سياسي صعد شعبيته، وذلك كان له دور كبير. هو الانتصار كان سياسي، لأن فيتو الاتحاد السوفيتي ومعارضة أيزنهاور، الرئيس أيزنهاور، كان له دور في تراجع هاي الدول الثلاث. فالعالم العربي كله ما تتخيلون، كله كان في فزعة. شوف شلون الوضع اللي كنا فيه أمس هو الوضع اللي احنا فيه كنا اليوم ضد العدوان. قد لا تصدقون، حتى مدينة بكل خصائصها الدينية والمحافظة أولا الانغلاقية إذا جاز لنا، وهي مدينة عربية دينية، ألا هي النجف الأشرف العربية، كان يوميا في مظاهرات عارمة. حتى أنا أستطيع من خلال متابعاتي المتواضعة أن أقول أن احتجاجاته كانت بنفس قوة احتجاجاتها ضد الاحتلال الإنجليزي قبل، لما جاء الاحتلال الإنجليزي بعد الحرب العالمية الأولى سنة 1900، بين 1914 و 1918. هذا يدلك شلون كان الشعور القومي قوي. لا تقول لي يعني ما احترامي يعني للتيار الإسلامي، الشعور القومي في قضايانا الوطنية أقوى شعور من أي شعور آخر من الشعور. لا سمعنا ذا، واللي يبي يشيك يعني يدور، لا سمعنا شلون هبت الجماهير الباكستانية الغفيرة ولا التنزانية الغفيرة ولا الأندونيسية الغفيرة، ممكن ولا يدرون بهذه الحرب. الشعور القومي لعب دور كبير، والشعور القومي يتغلغل حتى عفويا أو حتى تلقائيا، حتى في الناس البسطاء البعيدين عن السياسة بمعناها التنظيمي والأيديولوجي كما حدث لمدينة النجف. وهناك عشرات القصائد الجميلة التي قيلت من كبار شعراء النجف ومشايخ النجف الأشرف. هذا جانب من اللي أدى لصعود شعبيته. طبعا جاءت بعدين الوحدة العربية مع سوريا، لكن للأسف حدثت تمزقات بين القوى الوطنية، أبرزها بين عبد الناصر والشيوعيين سواء في مصر أو في العراق. في مصر كان المؤسف حملة الاعتقالات جاءت كاحتفال، يعني هاي من الأخطاء اللي احنا لابد لنا نقولها، تمت كاحتفال برأس سنة ليلة سنة 1959 في الفجر، وشالهم النظام عن بكرة أبيهم أبرز المناضلين. لكن على ماذا؟ شيء ما يسوى، يعني لأن كانوا ضد الوحدة. لا، ويعدم اثنين من كبار المناضلين اليساريين، الأول فريد حداد والثاني شهدي عطية، وخاصة شهدي عطية رجل اعتقل كذا مرة في أيام النضال ضد الاستعمار. عبد الناصر فيما بعد يعني شبه اعتذار، قال هذا احنا ما قررناه، وطبعا كل واحد ويا نيته او هذا. لكن المعروف ان كادر، وهذه من اخطاء يا جماعة الانظمة الوطنية، ان الكادر اللي استعاره حق وزارة الداخلية هو نفسه كادر معدبين الضباط، هو نفسه كادر الملكي الخايس قبل قيام الثورة. لكن بعدين في 61 جرت تأميمات يوليو الكبرى، وصارت تحولات اجتماعية واقتصادية هائلة. تم تأميم أكثر
مع احترامي لكل التيارات الأنظمة القومية، يمكن عندهم أسبابهم، يمكن يعترفون ما يعترفون، مع احترامي لكم، لكن أكثر بلد نظام قومي وطني، حتى يمكن حتى بعد يمكن أكثر من نظام ماركسي ظهر بعد 1970 في اليمن الجنوبي، قام بتحولات اجتماعية وصف الملكية الخاصة شبه تصفية كاملة، وأمم كثير من الشركات الهوامير الكبرى والملكيات الإقطاعية كانت على يد عبد الناصر. هذا بالإضافة للميثاق والذي تم بموجبه تحوله شبه ما يقرب من نسبة 80% إلى الماركسية، ما بعد الإضافات الرتوشية يعني. أو هذه عبد الناصر، أنا في رأيي في هذه النقطة أذكى من اليسار طبعا، حتى التيارات القومية الأخرى، لكن ما أدري لأي مدى. أنا صراحة ما طلعت يعني إلا في حدود ليست في اطلاع عبد الناصر، كانت تؤمن بالاشتراكية. يعني 20% خلاها تقريبا للبعد القومي، أنا أسميه البعد القومي والبعد الديني، البعد الإسلامي، وهنا أذكى من اليسار، لأن مصيبة اليسار في المنطقة العربية، وهم اعترفوا على فكرة اليسار في مراجعاتهم وهذه جيدة، أن ما وضعوا، لم يكونوا محاربين للأمانة. أنا أشوف باعتباري أنا شخص أنتمي لليسار، ما كانوا محاربين إلى الدين، لا كانوا بحاجة إلى تواصل ومرونة مع الإسلام ومع الدين، وهذا لم يتبلور، بدليل أن حتى تنظيم حزب الشيوعي في أول تأسيسه في نقطة إلى تقول لك ليس بالضرورة أن الواحد يكون ملحدا، اللي بيرجع إلى تنظيم الحزب الشيوعي ولا صاغ لينين ما ليس بالضرورة. وبالفعل إحنا شهدنا ناس، وهذه أنا لمست بروحي في روحتي إلى السودان، في زيارة لي للسودان سنة 1998، وأعتقد كان معي الرفيق، كنا في زيارة إعلامية، رضي الموسوي الله يذكره بالخير، وأنا قلت له في أحد الليالي أنا في الزيارة، ما أدري هو حضر معي ولا رئيس الجمعية الإسلامية، ولا كان بمثابة هو الزعيم الروحي للأخوان المسلمين، عمدا أثرت لي قضية اللي أعدم سنة 1981، ذكرني يا أحمد، ترى أنسى الشفيع، هذا واحد، لا المؤسس، مؤسس الحزب، لا لا المهم إذا تذكرت أنا فرج الله، أعتقد لا لا مو فرج الله، محجوب، أحسنت، عبد الخالق محجوب، شو الباء ساعة الواحد من تراكم الأفكار ينسى. فش اسمه، قلت ليش انزين، ايش رايك في الشفيع؟ الشفيع طبعا اكثر تدينا، وايش رايك في عبد الخالق محجوب الشهيدين؟ قال للامانه يعني هذا قمه الطور اللي عجبني، انا رايتهم واجتمعت اياهم، وبالذات عبد الخالق محجوب في الجمعيه التاسيسيه في عام 65 اللي استمرت الى سنه 66 اللي تاسس للدستور، حتى احنا كنا في رمضان الاجتماعات تمتد، يقول كانت اجتماعات مكثفة ونقاشات حامية من الصبح للمغرب، ماذا عاد من الصبح يبدأ من 10 وغيره، الظهر وقت الصلاة الظهر يجي يصلي ويانا، وصلاة عدلة يعني وفيها خشوع، يعني يبين يعني أحيانا من اللي يتصنع الخشوع وغيره، وصلاة العصر بعد تعقبها عقب نجتمع شوي ويجي صلاة العصر ويانا، والمغرب على أساس نروح بيوتنا بعد ما يمدي وبعضنا يصلي ويانا بعد، أحيانا يعني يسمحون بما فيهم هذا، وأحيانا ما يعني يفضلون الروح على البيت. يقول حتى كان عبد الخالق رحمه الله يصر إنه يجر إيدي، اليوم لازم تتفطر وياي بعد الصلاة. الحزب الشيوعي العراقي أيضا وجد هناك ناس كثيرين من يشاركون الفعاليات الدينية وخاصة مواكب عزاء. إذن هل إحنا مطلوبين مننا نفتش على ضمائر الناس
ولا نفتش على قلوبهم؟ قل هل شققت قلبه؟ هذا مقولة مشهورة ومأثورة للنبي أفضل الصلاة والسلام عليه. هذه من مآسي الصراعات ما بين القوى الوطنية والتي أدت إلى فشل الوحدة. وبعدين خلنا نجي للنكسة، هذه محطة مهمة، يعني أنا آسف إذا بطول عليكم شوي لأنها مهمة جدا. النكسة يا أخوان حدثت بسبب أخطاء عبد الناصر الأساسية. عبد الناصر بعد ما صعدت شعبيته وبعد ما أقصى الخيار الديمقراطي صار هو الزعيم الأوحد، وزيده وثوقه في رفيق دربه المشير عبد الحكيم عامر، وهو شخص لا يصلح لا للقيادة العسكرية ولا أي قيادة سياسية. رقى ثلاث درجات، ومو من كل من جه بس سوى مشير وصار ما يعرف إلا بالمشير رسميا وسياسيا. شوف شلون قدرات العسكرية، هو سبب هزيمة 1956، وهو السبب الأول في هزيمة 1967، في هزيمة 1956 العسكرية العدوان، وفي 1967 رايح لي متزوج واحدة، يعني وش أقول يعني، برلنتي عبد الحميد. نعم نعم، وكان حاكم سوريا وما يصلح لها، كان رئيس يعني او ما ادري يسمونه الاقليم الشمالي، سوريا كانت تسمى الاقليم الشمالي، فساد. ولانه يعرف عبد الكريم النحلاوي مدير مكتبه فاسد، وهذا تمكن من القيام بالانفصال، هو بطل الانفصال على فكرة عبد الكريم النحلاوي. فالمهم عبد الناصر إنسان عظيم، يعني رغم حماسة الثوري إلا أنه عنده اعتدال كبير، بس قلبه وحدوي بمعنى الكلمة، أمين إلى فكر القومي، أمين أمين فعلا. يكفي بعد الانفصال أنتم تعرفين كلمة مصر شنو في قلوب المصريين، كلكم لازم تقيتوا مصريين وشفتون يعني شيء عظيم يتلألأ عندهم، يحلمون به مصر أم الدنيا، مصر أرض الكرانة، مصر قال لك مصر دي مصر. من لم يرجع اسم مصر بعد الانفصال، ظلت باسم الجمهورية العربية المتحدة إلى وفاته، واللي رجع الاسم السابق الخائن أنور السادات. يعني فاعتماده على عبد الحكيم عامر هذا الفاسد، توقع النكسة يومها، أقول توقع الحرب، حتى حدد يومها، حدد يومها بالضبط، قال 5 حزيران، حط يومين، لكن يقول أنا أتوقع يعني بما معناه من نسبة 80% أنه بتصير في 5 يونيو، وقال لعبد الحكيم عامر ما أخذ إنها خرطي كذي. عبد الحكيم عامر واحد من ربعه، ما أدري عقب ما مشوا عقب لما نتفقدهم عبد الناصر، يقول هذا يعني عنده حوازير وفوازير اللي محدد لنا 5 يونيو، تصور يعني. الشيء الثاني اللي أكد مرونة عبد الناصر قبوله، يعني أنا مع احترامي من أن فاتني بعد حتى أشكرهم، استفدت يعني في حد ما في انصاتي للي تفضلوا وتكلموا، وصل اعتداله إلى حد قبول التطبيع بس عشان ينقذ مصر كحالة مؤقتة، كحالة مؤقتة وظرفه. طرح عليه الاتحاد السوفيتي الالتقاء بليفي إشكور رئيس الوزراء حينذاك في موسكو، والاتفاق على التسوية من الخروج من الأزمة. عبد الناصر وافق، لأن عبد الناصر يبي يريد بأي طريقة ينهي الأزمة، عارف أن الجيش مو مستعد، بعد هذا سوى له كارثتين، هذا رفيقه مو قادر عليه، مو قادر يعني غاصب عظم عبد الحكيم عامر، كارثة عدوان 56 طلع فاشل
أدى إلى هزيمة عسكرية مع انتصار سياسي وكارثة الوحدة. زين، راح نستقي من الجناح المتطرف في حزب البحث الحاكم في دمشق، كان جناح متطرف ومتهور، أنا أشبه نفس اليسار الماركسي المتطرف. إذا تعرفون يسار ماركسي متطرف، هذا واحد منهم، حتى لو بلغة بعثية مخلوطة بماركسية، متمثل في أنور الأتاسي ويوسف زعين وبقايا الشدلة. قال لا 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 لا، ما يصير، تشوف شلون على عبد الناصر الحين ابتلش، هو محارب ومسوي الحشود علشان بعد اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين في 1966، واحنا نقول لكم لا. بعد عبد الناصر قال لا، انا بعد لنا ايام في الدفاع المشترك، ما يصير. هذه محاولة الانقاذ، والمحاولة الانقاذ الثانية على ما قلنا تحديد اليوم، زين، ومحاولة انقاذ ثالثة انه هو جت لهم برقية من جبل عجلون اللي فيها الشهيد عبد المنعم رياض اللي أنا أحبه وأجله، استشهد في عام 1968، أنك قامت طائرات مقاتلة، ويقول لك الطائرات دي حسبوها ما أدري شلون، يقول ممكن تمهل ساعتين ما أدري كم لين ما توصل. زين، وين صبت؟ صبت في مكتب الفاسد شمسي بدران اللي هو صديق المشير، مكتب رسمي ده، ما تمضية أوراق وما الأشياء رسمية، مو مكتب عسكري. زين، لين ما يفتشون الشفرة ويحللونه ويجي بعد حضرته، بعد ذاك اليوم مو هناك، يلا صبر يا حريقة صار. عندما فكوها سيد اتصلوا عقب ما جاء شمس بدران، اتصلوا بهيئة الأركان، هي جت تالي بعد ما أدري بطريقة ما إلى هيئة الأركان متأخرة، ما أدري إلى جهاز، فاتصلوا وقال لهم يلا بسرعة، أكو الحين طائرات أكي في طريقها، على أساس الطائرات العسكرية دي الجديدة اللي ما عمر هذا تقوم بسرعة، على أساس ما يصير ضرب المطارات وهي على الأرض. هذا يدري طبعا المسؤول الكبير اللي في هيئة الأركان، وطبعا كان الكود أو الشفرة عنوانها عنب عنب عنب، ثلاث كلمات مثل ما ذكر المرحوم الفريق أول محمد فوزي وزير الحربية السابق. فقال لك وجت لنا برقية تقول عنب عنب عنب، خلوا الطائرات. قال لي عنب ايه، رد عليه وبطيخ ايه، دي الطائرات المطارات 80% منها نسفت وهي على الأرض، وهي على الأرض. فطبعا خلاص الهزيمة انحزمت على ما قال هيكل من الساعة 11:30 في أول يوم، ولين ما صارت الكارثة. نجي إلى وفاة المشير، طبعا سووا دعاية أن هو عبد الناصر قتله وهذا ليس صحيح، وأيضا وفاة عبد الناصر وسووا دعاية وهي غير صحيحة، وكانت وفاته طبيعية، وعجزوا من الأطباء من ضمنهم الدكتور شوزوف في روسيا أن يمتنع عن التدخين ويمتنع عن العمل المرهق وما فات، وعين أنور السادات نائب له، وكأنه يقرأ غدا، يعني وكأنه لا يقرأ غدا. انت الحين عبد الناصر بهالزعامة وبهالذكاء تعين لك منصب معقولة؟ يعني ابدا ولا فكرت فيه انه بيجي واحد تافه بيستغله، ولا فكرت في مرضك هذا؟ حذروه ان مرضك خطير، بس انت حاول تشتغل 4 ساعات، يعني يشتغل كان الله بيطول عمره 20-40 سنة. فبعدين ورث هذا الحمار اللي هو آسف على أنا يمكن آسف مفروض أنا يعني إيه ما علي آسف أنا الله يغفر لنا، ورثها أنور السادات. لا أنا هذا مسبب لي بطة شبري لليوم من مات للحين. إنزين،
فتصوروا على فكرة بالمناسبة الدكتور فخرو في المحاضرة اللي لقيتها يقول لو مد عمره 20 سنة، أنا قلت له لو مد عمره شهر أقول سنة تغيرت الأحداث، لأنه مجهز قيام الحرب بالكامل بخططها بكامل الخطة جرانيت إن تقوم في 71. السادات لتلكوا رهان على الأمريكان خلاها في 73، لو ما طلبة اندلعت انتفاضة قوية. ما علي، أنا أشوف أحد المنظمين للندوة يشير لي بالساعة، فخلي إن شاء الله الرفيق حسن يتوسط لي يعطيني دقيقة تراضي. زين، فش اسمه يعني كانت الخطة كاملة. فأقول له لو شهور، لما جاءت الوفاة كانت صدمة. حتى الرفيق شون لاي في الصين لما جاء قال له شلون خليتونا هذا يموت، قال شلون احنا خليناه نموت، استغفر الله، هذه منية الله. قال له لا، حتى لو يعني المنية من الله سبحانه وتعالى، ها زين، المنية من الله يعني، وكل نفس إلى آخره. هو ما يعرفون ده الحكي طبعا كماركسيين، لكن انتونا أهملتونا وذبحتونا. مؤتمر القمة الأخيرة 1970 وش سويتون فيه؟ هذا مؤتمر أحد يشتغل فيه، هو كان في مرسى مطروح يتعالج، سمع بالذبحة، أقول تصفية النظام الأردني حين ذاك للمقاومة الحرب التصفوية، وفزع حد ما ينام الرجل 4 ساعات ما ينام إلى آخر ساعتين، لما جابوا له السيارة وودوه البيت وهو على السرير، لما عالج الحبيب الصاوي الدكتور والفايز منصور، يا الله اللي دلكوا دلكوا، أخذ نفس شوي يقول الحين أنا ارتحت. إنزين، لما أخذ نفس شوي ارتحت وش يقول؟ يقول ليكون بعد أن أنتم بعد الحين فهل كلمتين بتردون تخلوني أنا أروح إلى شو اسمه، بتردون أقول بتخلوني أروح مرسى مطروح وتسوون علي نظام علاج؟ لا، هذا لا أقبله طبعا بطريقة الخاصة المصرية. وبعدين يقول أنا استريحت خلاص، غمض عينيه ووافت المنية. طبعا هذه أسباب وفاة المباشرة، لكن الأختتم هذا ترتب عليها الوفاة انكسار المشروع القومي الوحدوي العربي، ولا اليوم احنا نعاني من هذا الانكسار، لأنه أهم واحد قائد هذه. وأعتقد السبب الديمقراطي هو في مقدمة الأسباب، لأن عبد الناصر لم يفكر قط في إقامة نظام ديمقراطي دستوري ولا الأنظمة القومية كلها قائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والحياة الدستورية. وللأمانة كثيرين يتهمون عبد الناصر، أنا ممكن ما قلته في المحاضرة السابقة، وعينا الجماهير العربي اصلا مو مهيئ لهي الشغله. لو مهيئ لها الشغله كان ثاروا عليه. كانت مرحله فوران، مرحله تحرر وطني، فبالتالي لن ينهض لنا اي مشروع قومي عربي من جديد. المشروع القومي العربي حلم وقابل للتحقيق، لكن من خلال التنسيق على الاقل في المرحله اللي عبد الناصر نسق فيها، أنهى الحرب العربية الباردة، وكانت قمة الخرطوم بعد الحرب 3 أشهر أو بشهرين في أغسطس من أروع القمم، لا للتصالح لا للاعتراف لا شنو الثالثة، بعد نسيت أنا لا للثالثة، لا الثلاث، لا للتصالح لا للاعتراف، بعد في لا الحين أنا ناسنها. المهم، فهذه احنا ممكن نتغلب عليها بدليل الشعور القومي لا زال موجود اليوم عندنا، شعور قوي. انتم شفتون الان التطبيع، انحرجت الانظمه كلها فيها. لا تفاوض احسنت، استغرقت انت في تذكرها مثلا. انزين، فهذا المشروع القومي موجود اسسه. وين بدا صعب؟ من خلال رفضنا كاملا للتطبيع. انا تكلمت قبل شوي قلت انا في 1956 مو اللي احتجوا كل العالم الاسلامي، فقط العالم العربي بدليل قوه الشعور القومي ودوره، وخاصه اذا ما احنا توحدنا على مستوى القطري على مستوى الوحده الوطنيه الداخليه. للاسف
ما يضعفنا الآن هو التمزق، تمزق المعارضات وتمزق الوحدة الوطنية. أنا بس بضرب لكم مثال صغير وعلى الطائر سريع. احنا لو ما عندنا تمزق، ما احترامي، ما اقدر اقول اجزم، كان الحضور بهذه المناسبة اكثف من هذه الحضور. وكذلك حضورات في كل جمعية احيانا لا يعني يمكن تخطاها عين الى ان انشغلت كراسي سببها بعضها عدم حب الحضور للطرف الاخر. خلونا يا جماعة نتوافق، خلونا ترى الاطر اللي ممكن نلتقي بها ما تنحصر في الأطر التنظيمية. حتى لو غاب هذا الحزب ولا حل هذا الحزب أو انضرب هذا الحزب في هذا العمل السري، في إمكانية ما شاء الله أن نبدع الأطر المشتركة ونبتعد عن الشخصنة. أما إذا قلنا والله ديك المرة ما سلم علي أو ديك المرة ما دعوني، وعلى طريقة النسوان في الزواجات هذه ما دعتني إلا آخر مرة وهذه ما دعت، فلن ننتهي من هذه المشكلة. آسف للإطالة وشكرا لكم.